عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع او قصه، احكي لكم قصه. معلش خليكم معايا بقى لغايه اخر القصه دي. هي قصه تخص كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ من يومين داخل المكتب في اداره الكوره في اوضه في غرف خلع الملابس الجديده. ففتح المكتب لقى فايلر قاعد مع المساعدين ومع البعض. ففايلر قال له ايه؟ قال له يا سيد انت ايه اللي مدخلك هنا؟ فايلر قال لسيد انت ايه اللي مدخلك هنا؟ فسيد قال له انا اخش براحتي. ففايلر قال له يعني ايه تخش براحتك؟ هو انا مش بتكلم في حاجات فنيه انت مالكش علاقه بيها؟ فسيد قال له لا انا ليا علاقه بكل حاجه، انا راجل مدير الكوره والكلام ده كله. فقام فايلر قال له ايه؟ قام ناده على المساعدين بتوعه قال لهم امسكوه وحطوه على الحيطه. قام سيد عبد الحفيظ قال له ايه؟ قال له يا فايلر ما ينفعش الكلام ده كله، انا ممكن الم الاهلاويه كلهم يقفوا لك هنا. طبعا القصه اللي انا بحكيها دي من خيال المؤلف، من خيال المؤلف.